مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Those Who Wish Me Dead. بيبدأ فيلمنا بعصابة من شخصين، جاك وباتريك. دخلوا بيت المدعي العام توماس بريديدو، أقنعوا مراته إنهم من شركة الغاز وجالهم إنذار بتسريب غاز في الشقة فدخلتهم، وبعدها بيطلعوا بعد ما بيقتلوا العيلة كلها. وبيقول جاك إن جاكسون فيل على مسافة 6 ساعات من هنا، بس الهدف لو ذكي هيتحرك بدري، لكن هو هياخد له يوم يتشجع ويوم ينفذ، هنكون وصلنا له. بيفجروا البيت وراهم وبيمشوا، وفي جاكسون فيل بيحضر اوين الفطار لابنه الصغير كونر وبيهزروا سوا، لكن بيشوف اخبار عن الحريق اللي حصل للنائب العام اللي هو محاسب عنده، ففهم ان الدور عليه. أخذ كونر وهو مرعوب وسافر فجأة. وفي اجتماع للقائد إيسان من شرطة المطافي مع متدربين مدرسة سودابوت للنجاة، بيروح إيسان لفريقه من المطافي بيهزروا معاه بين وفيك، وبيقول للينكس وهو متضايق ليه عينوكي على برج مراقبة الحريق؟ قالت له عشان محظوظة، فقال لهم اتعلمتوا ايه النهاردة؟ قالوا له ما ننطش في أي مكان مش مدروس. بيحتفلوا بتخرج الدفعة الجديدة وبيلعبوا بالكورة، لكن بتشوف لينكس حد معاه مظلة هوا وعربية نص نقل. بيجري الفريق وراها ويزعقولها، لكن كانت لبست المظلة وركبت في العربية ورا، وبعد سرعة عالية جدا بالعربية بتفتح المظلة وبتطير في الهواء وبتقع. راحوا لها وقالوا لها ما تعلمتيش حاجة، قالت لهم نفس الوقعة وضحكت. بس جه إيسان وقبض عليها وخدها بالعربية، وبعدها فك الكلبشات وقال لها ما حدش فاهم انك ما كنتيش بتتسلي وانك عاوزة تأذي نفسك بجد، وكويس انك هتقعدي لوحدك في برج الحريق. قالت له كمان ممكن انط منه. بتوصل العصابة البيت اوين في جاكسون فيل، بس ما لقوش حد في البيت. فتح جاك اللاب لقاه مفتوح على خبر موت النائب العام، فهموا انه هرب، فدوروا في صور عيلته عشان يعرفوا هو هيروح لمين. لقى باتريك صورة اوين وابنه مع القائد ايسان في مدرسة النجاة في مونتانا، وعرفوا انه هو ده اللي هيروح له. بيشرح اوين لكونر طبيعة شغله اللي ما كانش قايلها له، انه محاسب شرعي مع النائب العام اللي اتقتل، عشان عرف معلومات هو اللي اكتشفها عن فساد مسؤولين، وان الطبيعي انهم هيجولوا يقتلوه دلوقتي. فقال له كونر نبلغ البوليس. قال له النائب العام كان محمي طول اليوم بالبوليس وبرضه قتلوه، والقضية دي متورط فيها حكام واعضاء مجالس، فلازم نروح لحد بنثق فيه. بيروح ايسان عند مراته اليسون اللي حامل منه وبيحبوا بعض جدا، بتلومه على قسوته على لينكس، قال لها عشان ترجع لعقلها. قالت له يمكن هي مش محتاجة دعمك عشان كنت حبيبها القديم. اتضايق عشان مراته واقفة في صفها، بس وقفوا خناق عشان الحمل ودخلوا يتعشوا. بيتصل اوين بايسان وحكاله عن المشكلة وهو رايح له في الطريق، وبتوصل لينكس برج مراقبة الحرايق وبتطلع فوق. بيكتب اوين لكونر كل المعلومات واسرار القضية، وقال له ما يبصش فيها دلوقتي عشان لو اتقتل يديها لحد بيثق فيه. بتوصل العصابة بالطيارة المونتانا ومعاهم اسلحة كتير، وبيقابل إيسان ضابط زميله وبيحكي له عن مشكلة أوين، فقال له دي قصة صعبة تتصدق، أنت تعرفه كويس؟ قال له كان جوز أختي اللي ماتت والولد يبقى ابنها. فقال له كده ممكن يحتاج شرطة المارشال والمباحث الفيدرالية. قال له هو عاوزني أنا أوصله بقناة تلفزيون وأجيبهم هنا. فقال له ما تعملش كده، ولما يجي لك بيتك خلينا قابله. بيكمل أوين رحلته الطويلة مع كونر لمونتانا، وحب كونر الطبيعة هناك. بتشوف لينكس سحابة رعدية وسرعة الرياح 30 ميل في الساعة بتبلغ بيها القيادة، لكن قالوا لها التردد ده للحرايق بس. وبتفتكر لينكس حريقة السنة اللي فاتت في الغابات واللي كانت كبيرة جدا، وبسبب تغيير اتجاه الرياح في ناس من فريقها اتحرقوا وتلت أولاد صغيرين. بتفوق من ذكرى الحريق المؤلمة على إشارة من القاعدة، كلمها فيك وخدت التليفون تكلمه من تحت البرج. قال لها لما قيموك نفسيا بعد الحادثة بثلاث أيام كانت جريمة، ومسؤولين خدمات الغابة دوروا على أي حد يلوموه بدل نفسهم. فقالت له أنا اللي قريت الرياح غلط. قال لها لأ، هم اللي قروها غلط وبلغوكي. قالت له برضو كان لازم أنقذهم، دي وظيفتي، أنا جبانة. قال لها كان استحالة تعيشي لو بس حاولت تنقذيهم. بتلاقي العصابة مكان كويس ينفذوا فيه الاغتيال على عربية أوين وهي ماشية، وبيطلع باتريك على المرتفعات عشان ينشن عليهم لما يعدوا. بتيجي صاعقة برق بتعمل ماس في برج المراقبة، فبتهرب لينكس بالحبل على تحت. بتعدي عربية أوين على العصابة وبيضربوا عليه النار. بيتصاب أوين وبيقع بالعربية في الغابة، فقال لكونر يستخبى تحت شجرة وقع واداله ورقة المعلومات. حاول كونر يقوله عاوز أفضل معاك، أنا بحبك. قال له أنا كمان بحبك بس لازم تمشي حالا. بيهرب كونر وهو متألم على أبوه، وكملت العصابة ضرب الرصاص على أوين لحد ما مات. بتيجي بنت في عربية تسأل في حد وقع أو محتاجين مساعدة، فقتلها جاك وأخد عربيتها ركنها على جانب الطريق وبعدها هربوا.
بيعدي إيسان من نفس الطريق وبيكلم أليسون. ساعتها شاف عربية الست المقتولة وشاف في الغابة عربية أوين مقلوبة. بيسمع جاك وباتريك موجات راديو البوليس وبيتم التبليغ عن الحادثة، وبيقولوا أوصاف أوين والست المقتولة لكن ما سمعوش أوصاف كونر، فعرفوا إنه هرب. بعدها بيتصل رئيسهم بجاك عشان يقابله في مكان قريب، وبتقعد لينكس تطلع الشوك اللي دخل في إيديها من حبل الإنقاذ اللي نزلت بيه من البرج. بتفتكر تاني الحريق وأحداثه وبتفضل تعيط على الولاد اللي ماتوا. وفي الوقت ده شافت قدامها كونر، وأول ما شافها جري منها وفضلت تجري وراه، ولما مسكته قالت له مش هأذيك، أنا عاوز أعرف مكان النزيف اللي في راسك. قال لها ده مش دمي. قالت له على اسمها وإنها بتشتغل في المطافي ممكن تساعده. حاول يهرب، قالت له براحتك، أقرب بلد هنا على بعد ميل. قال لها عاوز أتكلم مع أي قناة على التلفزيون. فقالت له عندها في برج الحريق الإمكانيات دي وإنها تقدر تتكلم المأمور وخدمات الغابة، فراح معاها البرج. بيوصل جاك يقابل رئيسه عند رصيف شحن البضائع، وبيلومه رئيسه عشان ساب الولد عايش وإن أبوه كان ذكي، فأكيد إدى الإبن نسخة من المستندات اللي خدناها من المدعي العام وهيفضحنا، وقال له قدامك 6 ساعات ويكون الموضوع ده منتهي. فعلا بيجهزوا جاك وباتريك وبيلبسوا لبس البوليس وبيولعوا في الغابة عشان يشغلوا البوليس بالحريق ويروحوا هما يقتلوا كونر. بيكلم إيسان أليسون وبيقول لها إنه مش لاقي كونر بس هيبعت فريق بحث يدور عليه. بتزيد الحريقة في الغابة، وفي البرج بتلاقي لينكس كل وسائل الاتصال والراديو باظت بسبب صاعقة البرق، وبتسأل كونر تقدر تصبر لبكرة، لكن كونر بيعيط وبيقول لها إن بابا قال له لو حصل له حاجة يروح لحد يثق فيه، وبيسألها هل أقدر أثق فيكي؟ فسكتت شوية وقالت له أيوة تقدر تثق فيا، هو أبوك حصل له حاجة؟ فطلع لها الورق واداه لها تقراه، ولما عرفت أهمية المعلومات قالت له هنمشي من هنا حالا. بتسمع أليسون عن حريق الغابة في الراديو، وبتجيلها العصابة منتحلين شخصيات ضباط، وبيسألوها عن إيسان، قالت لهم إنه مش موجود. حست إنهم كذابين فقفلت الباب، لكن ضربوها قبل ما تقفله وسألوها عن كونر، قالت لهم معرفش حاجة عنه ولسه إيسان مش لاقيه. بيعرفوا إنها حامل وبيهددوها بسيخ عشان تقول الحقيقة، فاضطرت تكذب وتقول إن الولد مع جوزها بس ما تعرفش فين، فخلوها تتصل بيه وتسأله هو فين من غير ما تحسسه بحاجة. فرد عليها وقال لها انه مشغول بالحريق. قالت له انت ما اكلتش، تعال الاكل جاهز. ففهموا ان دي استغاثة. بيهجموا عليها لكن بتاخد طفاية الحريق وبتولعها بالنار وبتحرقهم بيها وبتهرب. وبتروح لينكس مع كونر الغابة، لكن بتتفاجئ بصواعق البرق في الغابة، فبدأت تتناوب مع كونر بالجري عشان توجهه للاماكن اللي ما فيهاش برق، لكن للأسف بتتصاب بصواعق برق وبيغمى عليها. بيخاف عليها كونر، ولما بتفوق بيقول لها وهو بيعيط ان ابوه مات قدام عينه، فبدات تهدي. بتدور العصابه على أليسون لكن مش بيلاقوها، وبيوصل إيسان بيته عشان ينقذ أليسون، لكن بيهاجموه وبياخدوا سلاحه وبيوهموه ان في راجل تبعهم مع مراته لو ما تعاونش معاهم هيؤمروا بقتلها. سالوه عن الولد قال لهم لسه مش لاقيه، هو اكيد هرب بعد حادثه ابوه، وكنا هنبعت فريق بحث لكن ما قدرناش بسبب الحريقه. وبيقول كونون للينكس ان شكلها حزين، فحكت له موضوع الحريق القديم وإن فيه 3 ولاد في عمره ماتوا، فبيهون عليها. وبيجبروا العصابة إيسان يدور معاهم على كونر في مكان الحادثة، وبيقولوا مستحيل الولد يكون نجا من الحادثة، لكن بيلاقي إيسان أثر رجلين كونر وبيخبيها، بس بيشوفوا باتريك وبيعرف إن كونر عاش وهرب. بتتفاجئ لينكس بالحريق المهول اللي في الغابة وبترجع لها ذكرياتها السيئة وبتخاف، فبتاخد كونر وبترجع للبرج وبيستخبوا. بتوصل أليسون إسطبل الخيل بتاعهم، بتاخد جهاز تتبع وبتعرف مكان إيسان، فبتاخد حصانها وبندقية الصيد وبتروح عشان تنقذه. بتشوف لينكس من البرج إيسان ومعاه 2 تانيين، فسألت كونر هم دول العصابة اللي قتلوا أبوك؟ شافهم وقال لها هم. بيشوفوا العصابة البرج وبيصمموا يطلع إيسان فوق يشوف في حد موجود ولا لا، ولو مفيش يولع في البرج. بتخبي لينكس كونر، ولما بيطلع إيسان بيقول يا كونر لو كنت مستخبي هنا فخليك عندك ما تتحركش. بيلاقي لينكس قدامه فبيقول لها تهرب، قالت له كده كده الحريق في خلال ساعة هيخرجنا. بيراقب باتريك إيسان بعدسة البندقية، ولما شافوه بيتكلم ضربوا عليه نار واتصاب، فهربت لينكس وكونر من البرج وبيشوفوهم. بتوصل أليسون عند البرج وبتضرب نار على العصابة، فبيروح باتريك ورا لينكس وبيواجه جاك أليسون لكن بتقدر تقتله بالبندقية. بتقرب لينكس على الحريق مع كونر وبتحاول تهربه، وبتطلع أليسون البرج بتلاقي إيسان متصاب، بيقول لها تهرب عشان ابنهم، لكن بتقول له كده كده الحريق قرب علينا خلاص. وبتواجه لينكس باتريك لكن بيرجع لها كونر في الوقت المناسب وبيسلم نفسه لباتريك عشان ينقذها،
وفي آخر لحظة بتضرب باتريك وبتسيبه للحريق يقتله. أليسون وإيسان بيلبسوا بدل تحميهم من النار وبيستسلموا لقدرهم سوا. وبتهرب لينكس وكونر وسط النار بعد ما وثقت في دقة قرايتها للرياح. بينزلوا النهر وبتخلي كونر يعمل زيها، يغطس ويطلع يتنفس ويغطس تاني. وتاني يوم بيطفي الحريق وبتعيش لينكس وكونر. بتصحى أليسون وبتوصل طيارات المطافي عند البرج. بيشوف فيك لينكس وبيتبسط انها قدرت تواجه الحريق وتنقذ الولد، لكن للأسف إيسان بيموت. بتجيب لينكس مراسلين قناة كونر وبيسألها هيعمل ايه بعد كده ويروح فين. قالت له معرفش، بس وعدك هنعرف ده سوا. ففهم كونر انها تاخده يعيش معاها وفرح جدا انها كانت محل ثقة. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.